السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اللاعبين والتحركات ديال اللاعبين المغضوب عليهم من طرف المدرب وليد الركراكي، سواء اللاعب عبد الحميد الصابري او اللاعب جواد اليميق، اضافه الى فيصل فجر والحارس منير المحمدي. مباراه مغربيه، صراع قوي، وغادي نشوفوا الهدف اللي سجله جواد اليميق، المدافع اللي دار داكشي اللي ما داروش المهاجمين ديال الفريق ديالو، وسجل الهدف ديال التعادل ومنح نقطه لصالح الفريق ديالو. فنخليكم مع التحركات ديال اللاعبين المغاربه. كيف العاده فرقوا علينا ديك لايك باش ما تخلوش علينا بالاراء ديالكم، خلوا لنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كيف مشتم مباراة مغربية 100%، حضور قوي للاعبين المغاربة خصوصا في الدوري السعودي، وكيقدموا الإضافة للفرق ديالهم سواء مراد باتنا أو عبد الرزاق حمد الله. وحنا كنشوفوا اللاعبين المغاربة عبد الحميد الصابري، جواد اليميق، وما نساوش محمد فوزير والعديد من نجوم المغاربة في الدوري السعودي. كيف جاكم الهدف اللي سجلوا اليوم جواد اليميق؟ الأداء ديال اللاعبين المغاربة، واش كتشوفوا أن عبد الحميد الصابري كان خصو يكون حاضر في المنتخب الوطني المغربي؟ ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم، خلوا لنا الرأي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العادة نشوفوا فيديو جديد، وديما مغرب.